والولاية إما أن تطلب وإما أن يطلب لها. فمن طلب الولاية كما قال سيدنا رسول الله أوكلت إليه، ومن طلب للولاية أعانه الله عليها. ولذلك لا تولوا من طلب الولاية. وقيمة ما أتينا اليوم عليه وما نرى وجوه الناس تستشرف فيه مستقبل، أننا جئنا لرجل لم يطلب الولاية ولكنه طلب للولاية. كانت لأول مرة في 30 يوليو تنزل أمة بأكملها على قلب رجل واحد. 30 مليون لم تحدث في العالم إطلاقا، نزلوا علشان يفوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يتولى شؤون البلاد بعد أن كانت البلاد ضبابية. نزلت النساء والرجال والأطفال في مسيرة لم يراها العالم من قبل. من هنا فإنني أحب أن أوضح كلمتين لكل من يسمعنا الآن، وقيمة هذه الكلمات أنها تخرج من وجدان متحرر، تخرج من تجمع شعبي جاء بتلقائية. حضرت مؤتمرات كثيرة سمي كل منها بمسمى